بس قبل كل شيء لازم نكمل أوراقه، وبعد ما يطلع تقدر تطلق بالوقت اللي تريده، بس بشرط ما تتأخر. وأنا جاهزة لكل شيء. تريد أتنازل عن كل حقوقي؟ ما عندي مانع. هذا الطفل يبقى ابنك. شو كنت ما تريد تشوفه، تريد تاخذه تخليه يمك يوم يومين أسبوع؟ ما عندي مانع. شو تقول؟ شو اسمها؟ من هي؟ اللي تريد تاخذها؟ زين انا اعرفها؟ لا. انت حاكي ويا اهلها؟ لو ما محاكيهم اصلا، لو حاكي وياها، لو شنو؟ استغفر الله استغفر الله. انت تريد تتزوج لو تريد طفل؟ اريد طفل. يعني اني اذا احبل انت ما تتزوج؟ جاوبني دا أسئلك. أنا أريد طفل وأنت ما تقدرين، وسالفة الزواج أنا ما أعرفها. عندك شيء ثاني نسولف بي؟ لا شوفوا، ما دام صار الحكي هيك خليني أحكي لك. هاي صاحبتك اللي. لا تقول صاحبتك. لا هي صاحبتك. لا تقول صاحبتك. صاحبتك لو مو صاحبتك. صاحبتي احكي. إي لا تقاطعيني. كمل. هاي صاحبتك من أول يوم هي حاطة عينها علي. أنا اللي كنت ما رايد أحكي لك حتى أقول خاف لا تنغثي. صاحبتي حاطة عينها عليك مو؟ أوكي أجي وياك. صاحبتي مو خوش عدمية وكذابة. زين إيش مدري بالعركة اللي صارت بيني وبينك بيوم العيد ميلاد من شفتكم برا؟ إيش مدري؟ جاوبني احكي. هي قالت لك؟ إي وقالت لي بعد هواي تفاصيل. أقول لك إيش قالت؟ قالت نشحت، قال لي أنا قويت علاقتي برا حتى أقدر أوصل لك. راحت قلبي إياها مناحة مو؟ طبعا ما عندك ضمير، ما تحس بي. أقول لك الست إيش رايدة؟ والله إذا طلعت قال لها إلا صخم على عيشتك، وأنا برا وتعرف لي كل الزين مخضلة، أسوي كل شيء. وهسه جاوبني، أنت قايل له لا؟ أنت قايل له لا؟ جاوبني. قايل، شو تسوي؟ يعني أنت من كل قلبك جاي تحكين هذا الحكي؟ زين قنعيني، قولي لي ما أحبك وما أريدك. ماكو داعي نفتح نقاش ما بي نتيجة. لا نقاش ولا بطيخ بوعيلي بعيون وقلي لي ما أحبك وما أريدك. شفتي؟ ما راح تعرفين تقنعيني. وأنا هم لا أبرر لك ولا أقنعك، غصباً ما عليك سامحيني. ليش؟ لأن أنا غلطان ومعترف بغلطي، أنا ما أريد أعوفك. ليش ما تريد تعوفني؟ لأنه أحبك. لا تخلينا نضطر نوقف بالمحاكم والناس تعرف وتتشمت. خلينا نحلها بالتي هي أحسن. زين صدقيت هامك الناس وشماته. شو منتظره من عندي من انت جاي تخربين؟ اقول لك تفضلي تعي خربي. جاوبيني والله العظيم ادمر حياتك، احرقك حرق، اخليك تمشين وتتلفتين. زين لو لا مو بكيفك انا اعيش. من انت هاملتني لازم اصير نبي، بس من تتذكرين عندك رجال اتعاقب هيك عقاب. باعي خلي عينك بعيني، ثقي بذات الله. انت لحد هسه ما شايفه وجه احمد الحقير. اذا تبقين بهذا تفكيرك اندمك والله. هي حكايه وحده، تسويني العملية لو لا؟ خلص نسوي العملية ونسوي الطفل. شو وقت؟ بس اعطيني مهلة، الموضوع بخطورة. يوم واحد ما انتظر. والله اسوي العملية، والله اسويها، والله اسوي العملية، والله اسويها. قومي روحي لأهلك، صدقيني أبوك حلها وما حد راح يخاف عليك بقده. والله خاف لا أموت، أنا خاف لا أموت، خاف لا أموت. مو أنا اللي أحرمك وأحرم نفسي من طفل. والله خاف لا أموت، خاف لا أموت. استغفر ربك، استغفر ربك. كل شيء قسمه نصيب، اللي قلنا ما يصير لغيرنا. روحي رجعي وبعدين نتفاهم. نسوي العملية بس تعوف هاي اللي تريد تاخذها. أعوفها؟ أعوفها، بس ترجعين تقولين لأبوك أنت اللي رايدة ترجعيني وأنت اللي رايدة تسويني العملية. نسويها والله كريم. موافقة.